متصلون في محاولة تقصي هذه الحقائق ابتداء معنا ولاء السلامين مراسلة القاهرة الإخبارية داخل رام الله. هل من تبرير لماذا وضعت إسرائيل عقبة جبر نصب أعينها في الفترة الأخيرة؟ أهلا بكم. إذن منذ صباح هذا اليوم قام قوات الاحتلال باقتحام مخيم عقبة جبر، وتم اندلاع مواجهات عنيفة في المكان. هذا المدخل الذي يعني تقوم قوات الاحتلال بإغلاقه منذ 12 من آذار الماضي، تقوم قوات الاحتلال بإغلاق كل مداخل ومخارج أريحة والسيطرة عليها بالمكعبات الإسمنتية وأيضا الحديدية. تحدث عن أن هناك خلية تقوم بمهاجمة المستوطنين على المفارق والمستوطنات الجاثمة على الأراضي الفلسطينية في مدينة أريحة. وبعد اندلاع المواجهات في مخيم عقبة جبر تم الإعلان عن استشهاد الطفل الذي يبلغ من العمر 17 عاما، جبريل اللدعة، والذي تم يعني تشييع جثمانه ومورات جثمانه إلى مثواه الأخير في مخيم عقبة جبر. ومن ثم تم الإعلان الحداد والإضراب العام والشامل في مخيم عقبة جبر. يذكر أن قوات الاحتلال تقوم بالسيطرة على كل المداخل، يعني قامت بإغلاق المدخلين الشماليين لمدينة أريحة وأيضا بالمكعبات الوقية، يعني تقوم بين الحين والآخر بمداهمة مخيم عقبة جبر لاعتقال فلسطينيين من داخل هذا المخيم. ليست المرة الأولى، الآن نتحدث عن 12 يوما من الحصار المطبق على مدينة أريحة والتدقيق بهويات الداخلين وأيضا الخارجين من مدينة أريحة، حيث يصعب على الفلسطينيين الدخول إلى مدينة أريحة في هذه الأثناء. يعني يكون الفلسطينيين أو في محافظات الضفة الغربية المواطنين يذهبون إلى مدينة أريحة للاستجمام، ولكن يعني البوابات الحديدية وأيضا المكعبات الإسمنتية التي تقوم بوضعها بين الحين والآخر قوات الاحتلال تضيق على الفلسطينيين الخناق عليهم، وخاصة في مدينة أريحة. هل يسري فلسطينيا بأن إسرائيل تسعى إلى التصعيد، أم أن هذه عمليات تقليدية تتلقى تقليديا في مثل هذه الاقتحامات، إذا وضعنا عقبة جبر كمثال على ذلك؟ يعني المعروف عن مدينة أريحة هي مدينة الهدوء في الضفة الغربية، ولكن ما يجعل الأمر يعني صعب على الفلسطينيين أن ليس هناك أي مدينة تنعم بالهدوء في محافظات الضفة الغربية منذ هذا بداية هذا العام ولغاية هذه اللحظات. لا يوجد أي هدوء في أي محافظة من محافظات الوطن، سواء من شمال الضفة الغربية وحتى جنوبها. يتم اقتحام البلدات والمخيمات واعتقال الفلسطينيين وأيضا إطلاق النيران على أطفال هم عزل، تقوم بإطلاق النار عليهم. فيما حصل بعقبة جبر نتحدث عن استشهاد طفل جبريل اللدعة وإصابة أربعة آخرين يعني بإصابات خطيرة من قبل قوات الاحتلال، وأيضا ستة منهم يعني تم علاجهم ولكن حالتهم مستقرة. هذا ما تسعى إليه إسرائيل وما تسعى إليه قوات الاحتلال وجنودها إلى تصعيد في الضفة الغربية، وليس الهدوء في مناطق الضفة الغربية.